هذا وقد أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المائدة المستديرة حول الاستثمار في مستقبل الطاقة الهيدروجين الأخضر، أكد أن مصر كانت من أولى هذه الدول والتي أدركت مبكرا الفرص المتاحة في هذا المجال، استنادا إلى إمكاناتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة والتي ستمكنها من التحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر. كما أعلن السيد الرئيس إطلاق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في العين السخنة بالتعاون مع النرويج. ولقد كانت مصر من أولى هذه الدول التي أدركت مبكرا الفرص المتاحة في هذا المجال، استنادا إلى إمكانيتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة والتي ستمكنها من التحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدارين المتوسط والبعيد. وفي إطار الترجمة العملية لذلك، وكمثال حي على مبدأ التنفيذ الذي نجتمع اليوم تحت مظلته، أقوم اليوم مع فخامة رئيس وزراء النرويج بإطلاق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في العين السخنة، والذي يعد نموذجا عمليا للشراكة الاستثمارية المحفزة للتنمية الاقتصادية المستدامة، والتي ترتكز إلى جانب دور الحكومات على القطاع الخاص الوطني والأجنبي للعمل يدا بيد في هذا القطاع المثمر.